الفيديو المرعب اللي قدامك ده انتشر من كام يوم، والمفترض ان هو اعلان لفيلم بيتكلم عن ياجوج وماجوج، لكن هتعمل ايه لو قلت لك ان ياجوج وماجوج مش كلهم محبوسين ورا السد، ولكن في جزء عايش معانا لحد النهارده؟ وايه علاقه الكلام ده بالفيديوهات اللي قدامك؟ فيديو للملكه اليزابيث وهي عينيها بتتحول لشيء غريب، وفيديو تاني تم التقاطه وقت خطاب اوباما في سنه 2011، راجل كان ظاهر في الخلفيه والمفترض ان هو من الحراسه، ولكن لو جيت تبص لشكله هتحس ان هو مش بني ادم اطلاقا، ولو انت مش مقتنع او مش مجمع اللي بيحصل حاجه كده تشربها، ويا ريت تخليك جدع وما تنساش تعمل متابعه عشان احنا قربنا على المليون. لازم تبقى عارف ان احنا ما خدناش حرب واحده ولكننا خدنا حربين قصاد ياجوج وماجوج. الحرب الاولانيه الحرب اللي خاضها ذي القرنين هو وجيشه قصادهم وحبسهم بعديها ورا السد، والمفترض ان هم حتى يومنا هذا لسه ما طلعوش، ولكن في جزء منهم من نسلهم ومن عيلتهم يعني قدر ان هو يهرب، والجزء ده لسه موجود معانا لحد النهارده، واللي ظهر بعديها بقرون وعمل حرب قصادنا تاني ولكنهم ظهروا على هيئه المغول. انت ممكن تكون مستغرب من الكلام اللي بيتقال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا اشكالهم، ان هم ضخام البنيان طوال عراض مناخيرهم وعيونهم صغيره، ودي هي نفس صفات المغول. زود عليها كمان الافعال اللي كانوا بيرتكبوها. لما حصروا مدينه بغداد في الوقت ده كانت من اكتر المدن المزدهره في العالم، بعد ما دخلوها حرقوا كل الكتب، دمروا كل الاسوار والقلاع اللي كانت فيها، قتلوا كميه ناس مش طبيعيه لدرجه ان نهر دجله اتحول لونه للون الاحمر، وده اللي خلى الناس الموجودين في الوقت ده بيقولوا عليهم ان هم دول ياجوج وماجوج وانهم خرجوا. زود عليها كمان ان الاعداد بتاعتهم كانت اعداد مهوله، حرفيا اي حروب كان بيخشها المغول كانوا بيكسبوا بسبب كثره عددهم مش بس قوتهم، ودي برده من ضمن المواصفات كرة في الدين، ان تعدادهم تعداد جبار، تعدادهم حرفيا 9 اضعاف تعدادنا، يعني لو البشر دلوقتي 8 مليار اضرب 8 في 9، شوف بقى الرقم اللي هيطلع لك. لكن برغم التطور اللي احنا فيه محدش يعرف مكان السد فين لغايه دلوقتي، لكن في مجموعه كتب وعلماء بيقولوا تقريبا ان السد ممكن يكون موقعه ناحيه شمال شرق اسيا، او في منطقه موجوده ما بين الصين واليابان، وده نفس المنطقه اللي طلعت منها قبائل المغول، مما كان لا يدع مجال للشك ان هم دول ياجوج وماجوج في الزمن ده. فضلت الاسطوره دي مستمره كده لحد ما سيف الدين قطز والظاهر بيبرس قدروا ان هم يوقفوا الزحف بتاعهم وهزموهم في معركه عين جالوت، ولحد هنا انتهت الاسطوره اللي بتقول ان هم ياجوج وماجوج، لان هم اتهزموا بطريقه غير اللي اتذكرت عندنا في الدين. ياجوج وماجوج المفترض ان هم من علامات الساعه الكبرى وترتيبها العلامه الرابعه، خروجهم هيكون بعد خروج الملك العادل اللي احنا بنسميه عندنا المهدي، وهيكون كمان بعد خروج سيدنا عيسى عليه السلام. هيعيشوا في الارض فسادا، اعدادهم مهوله، بيدمروا وبيقتلوا اي حد واي حاجه بتقف قصادهم، بياكلوا ويشربوا الاخضر واليابس، لدرجه ان هم لما هيعدوا على بحيره الطبريه اخر واحد فيهم لما هيجي يعدي مش هيلاقي ميه في البحيره. انت متخيل ان هم مجرد بس معدوا على بحيره كامله شربوها كلها من كتر البطش بتاعهم، وبسبب قوتهم المرعبه محدش هيقدر ان هو يوقفهم، والناس هيستخبوا منهم في قلاع وحصون موجوده فوق جبال عاليه، وبعد ما هيفكروا ان هم قتلوا كل اهل الارض هيبقوا عايزين يقتلوا اهل السماء، وهيصوبوا السهام بتاعتهم ويضربوها على السماء، وربنا سبحانه وتعالى هينزل لهم السهام فيها دم عشان يوهمهم ان هم فعلا قتلوا اهل السماء، وساعتها هيفضلوا يهللوا ويقولوا ان احنا علونا اهل السماء، فوقتها ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لهم الحشرة دي هتنهش في اجسامهم لحد ما تموتهم كلهم، هيموتوا حرفيا شر ميتة، وجثثهم هتملى الارض لدرجة ان الحيوانات هتفضل تاكل وتاكل لحد ما تشبع وتحمد ربنا على الرزق اللي رزقه لها من اللحمة ده، ودي هتبقى نهاية ياجوج وماجوج. طبعا ده مختلف خالص عن اللي حصل في معركة عين جالوت، وهنا بقى في نظريات تانية بتقول ان هم خرجوا فعلا وعايشين وسطنا، لكن مش بالهيئة اللي احنا اتكلمنا عنها. في علماء بتقول عشان السد اتبنى بقاله الاف السنين التضاريس اتغيرت وحصل زلزال بلع السد بالردم اللي جواه ونزله تحت الارض، وساعتها بدأ قوم ياجوج وماجوج ان هم يبنوا في جوف الارض، وبقوا يعرفوا بسكان جوف الارض او الزواحف البشريه، وقدروا عن طريق فتحه ان هم يوصلوا بيها للسطح، وبداوا ان هم يعملوا اتفاقيات مع حكومات الدول ومع الرؤساء، بل وانهم بيقدروا يغيروا اجسامهم ويتحولوا لاي شكل هم عاوزينه، وبكده بياخدوا مكان اي حد عنده نفوذ في المجتمع، والكلام ده طلع كذا فيديو بياكده، زي مثلا في 2011 لما كان اوباما واقف عمال بيخطب، وسيبك من الخطبه بتاعته، انا هنا بتكلم على شخص كان موجود في الخلفيه، والشخص ده كان حرفيا ملامحه غريبه جدا، وظهرت فيديوهات ثانيه مثلا لاليزابيث بتؤكد على ان هي مش بني ادمه، زي الفيديو ده اللي بتظهر فيها وهي عينيها شكلها غريب، وحتى رئيس امريكا لو انت بصيت عليها هتلاقي في مليون فيديو بياكد لك ان هو مش بني ادم، وانه ممكن يكون من الزواحف البشريه او ممكن يكون حتى روبوت متحكمين فيه، وبكده يبقوا ياجوج وماجوج عايشين وسطنا وبيعيشوا فسادا عن طريق الشخصيات اللي هم متخذين ادوارها او مسيطرين عليها. ولكن النظريه دي مش بتفسر برضو كل حاجه. في كاتب اسمه جمال حمدان، الكاتب ده قتلوه اليهود بسبب الكلام الخطير اللي كان بيقوله عنهم. جمال حمدان كتب ان من زمن طويل كان العالم متقسم ما بين دولتين، الدوله العباسيه والدوله البيزنطيه، وكان الناس مقسومين ما بين دول ودول، ولكن بقى كان في جماعه ظهرت في النص محدش يعرف هي جت منين. الجماعه دي ما كانتش بتنتمي لا الدوله دي ولا الدوله دي، وحتى ما كانش عندهم ديانه، لحد ما القائد او الملك بتاعهم طلع في يوم وقرر ان هم هينتموا لديانه، واختار الديانه اليهوديه. مش عارف هو مالهاش غير دي بالذات، المهم ان هو عمل كده عشان يبقى ليهم مكان في الارض، وعشان يبقى عندهم روايه يقدروا ان هم عن طريقها يبنوا عليها شويه اكاذيب، ومن الاكاذيب دي يقدروا ان هم ياخدوا مكان في الارض ويبقى ليهم مكانه ما بين الامم. وفعلا بعد فتره ابتدت
المملكه دي انها تزدهر وابتدت يبقى ليها شويه تاثير في التاريخ. ولكن يشاء السميع العليم ان يحصل الغزو بتاع المغول والحضاره دي تدمر بالكامل والجماعه دي تتفرق في الارض، شويه يروح المانيا، شويه يروح عند العرب، شويه يروح امريكا، وفيما بعد تبتدي انها تظهر الطموحات بتاعتهم تاني ويشكلوا حركه الصهيونيه. يعني من الاخر كده اليهود الموجودين دلوقتي هم مش يهود اصلا، هم ناس بيدعوا ان هم بينتموا للديانه اليهوديه او ان هم من بني اسرائيل اللي كانوا موجودين في القران، ولكن دول مش بني اسرائيل اصلا، هم بس اتخذوا الديانه ديت كدرع ليهم عشان يداروا بيه الاكاذيب اللي هم عاملينها. وهنا بقى الكاتب بيوصل لنقطه مهمه، لو جيت تبص على الفساد والخراب والمجازر اللي هم بيعملوها كل يوم هتكتشف ان هم من ناس لياجوج وماجوج، لان زي ما قلت لك محدش يعرف يا الجماعه دي جت منين اصلا او الاصول بتاعتها بدات منين في التاريخ. ودي كانت نظريه مطروحه، ولو انت جيت تفكر فيها هتعرف ان هم حتى اسوا من ياجوج وماجوج. وده بقى يرجعنا لاعلان الفيلم اللي انتشر الايام دي واللي مفترض ان هو فيلم معمول بالذكاء الاصطناعي هينزل في سنه 2025 بيتكلم عن ياجوج وماجوج وعن الدمار اللي هيعملوه في الارض. اول الاشكال بتاعتهم اللي احنا شايفينها بعيده تمام البعد عن الاوصاف اللي احنا عرفناها عن ياجوج وماجوج، اشكالهم اقرب ما تكون للزواحف البشريه او حتى الكائنات الفضائيه، وده ممكن يكون نوع من الترويج اللي بيحصل مسبقا عشان يحضروا الناس لظهور مخلوقات فضائيه. وده واحد من المخططات الاساسيه بتاعه الماسونيين ان هم يستعملوا تقنيات شبه الهولوجرام عشان يوهموا العالم ان عندهم عدو مشترك ومن بعده يبتدي النظام العالمي الجديد. لو انت حاسس انك تهت مني ما تقلقش، ممكن تراجع الفيديو تاني من الاول وهتكتشف ان انا اتكلمت في اربع جزئيات وكلهم مربوطين ببعض. وهسيبكم انتوا برده في الاخر تكتبوا لي ارائكم في الكومنتات. في الاخر يا ريت ندعي لاخواتنا في غزه وفي السودان ان ربنا ينصرهم. كان معاكم محمود زايد، سلام.